السلام عليكم، أرحب بكم في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات ميثاق شرف التي تشرف عليها الجامعة الدولية. حلقة اليوم مخصصة لمهنة المحاماة، ولقاؤنا مع دكتور طارق جملي. حديث العهد حقيقة بهذه المهنة، لكن ثقتنا في درايته الأكاديمية وفي مهاراته القانونية، إذا شئنا أن نقول، نتوقع أن يكون مفيدا بوجه خاص حداثة عهده بالمحاماة قد تكون نقطة إيجابية، لأنها تمكنه من النظر عن بعد إلى حد ما لهذا الصنف من الفنون، لعل الانغماس فيه قد يجعل أصحابه أقل استشعارا لما يحدث فيه. وعلى أي حال، نحن نتحدث عن مهنة في واقع الأمر تثير الكثير من الأسئلة، وكما هو الحال في سائر حلقات هذه السلسلة، المستهدف الأساسي هو تنمية الوعي المجتمعي بهذه المهنة. نحن نود إطلاع عموم الناس على استحقاقات مهنة المحاماة، على المهارات التي يفترض أن تستوفى في شخصية المحامي، عن أخلاقيات هذه المهنة، وربما حتى المآزق الأخلاقية التي قد يواجهها المحامي أثناء عمله. نأمل أن يحدثنا الدكتور طارق عما عنا له من أفكار بخصوص هذه المحاور، وله أن يضيف إليها ما يشاء، على أن يعقب ذلك حوار مع المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور نجيب، والشكر أيضا موصول للجامعة الدولية وللحضور الكريم على هذه المكرمة التي أحظى بها بأن أتحدث في شأن من الشؤون القانونية المهمة، وهو شأن مهنة المحاماة، المهنة الرائدة، مهنة القانون الأولى. وحقيقة حينما اتصل بي الدكتور نجيب الحصادي عارضا علي المشاركة في هذه الفسحة للحديث عن هذه المهنة، استوقفني في مطلع حديثه أن أكون متحدثا في مهنة أنا من الوافدين إليها ومن حديثي العهد بها وفيها. وربما كنت سأستدرك في الرد عليه بالقول بأني قد لا أكون مؤهلا لأن أتحدث في شجون هذه المهنة، فللمهنة شيوخها وشيوخها والمتخصصين الذين والمتخصصون الذين ممكن أن يكون لهم ما يقولون فيها. ولكن استدرك مباشرة الدكتور نجيب وقدم لي الإجابة وقال بأن حداثة العهد هي المطلوبة، وربما أيضا استنكفت عن أن أتبرأ من مهنة المحاماة وأن أقول بأني حديث عهد بها ولي معها شأن طويل حبا وقربا وعشقا. فهي المهنة التي بدأت بها مسيرتي المهنية قبل أن أقبل معيدا بكلية القانون، وتركتها مضطرا لا مترفعا. لا أريد أن أسهب كثيرا في الحديث عن ارتباطي بهذه المهنة وعن حبي لها وعن تحفظاتي على بعض تفاصيلها. حقيقة الحديث عن مهنة المحاماة اليوم، لن نتحدث عن المحاماة بوصفها مهنة من المهن القانونية فحسب، ولكن سنركز عن مهنة المحاماة
للمحاماة محنة حقيقية يلمسها المحامي ويشعر بها، وهذه المحنة لا تقتصر فقط على ذاك المحامي الذي لا يلتزم بتفاصيل المهنة، وربما تمتد أيضا لمن سواه. في الواقع مهنة المحاماة تبدأ بداية من المحامي نفسه، عندما يخلط بين طبيعة الالتزام المنوط به عند توقيعه لعقد الوكالة. فعلاقة المحامي بالطرف الثاني الذي يسمى تجاوزا زبونا هي علاقة محامي بموكل، هي علاقة وكالة. طبيعة الالتزام فيها هي التي خلقت جل مشاكل مهنة المحاماة، جل مشاكل مهنة المحاماة من حيث المحامي، ومن حيث نظرة الآخرين لمهنة المحاماة، ومن حيث ما يتطلع إليه الموكل عند توقيع عقد الوكالة. طبيعة التزام المحامي عند توقيعه لعقد الوكالة هي التي سننطلق منها لترتيب النتائج في تحديد ميثاق شرف أو أساسيات ميثاق شرف لهذه المهنة. المحامي عندما يوقع توكيلا مع موكله هو في الحقيقة سينشئ في ذمته نوعين من الالتزام، التزام بتحقيق نتيجة والتزام ببذل عناية. فأما الالتزام بتحقيق نتيجة فهو التزام المحامي للقيام بما يمكنه القيام به، تحقيق الإجراءات التي يمكنه تحقيقها في إطار الدعوة، سواء كانت دعوة مدنية أو دعوة جنائية، التزامه برفع الدعوة واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بقيدها وصولا إلى أولى جلساتها، التزامه بتقديم المذكرات فيها، بالرد على دفوع الخصوم، بالطعن في الأحكام التي تصدر، كل ذلك يعد التزاما بتحقيق نتيجة إذا ما أخل به المحامي يكون متنكبا في سبيل تحقيق التزامات الوكالة. أما الالتزام الثاني الذي يقع على عاتق المحامي فهو التزام بتحقيق نتيجة هو لا يملكها، ولذلك لا يسمى التزاما بتحقيق نتيجة وإنما يسمى التزاما ببذل عناية. الالتزام ببذل عناية هو التزام بالسعي وفقا للقانون ووفقا لمبدأ حسن النية لتحقيق نتيجة لا يملك الفصل فيها إلا القاضي، وهذه النتيجة هي الحكم القضائي، سواء كانت الدعوة مدنية أو دعوة جنائية أو دعوة إدارية أو من دعاوى الأحوال الشخصية. ولذلك طبيعة التزام المحامي ببذل العناية هو مرتبط في حقيقته بالتزام آخر كما أسلفت، هو التزام بتحقيق نتيجة. إذا تخلف التزامه بتحقيق النتيجة الأولى كان مخلا بالتزامه الرئيس في الدعوة وهو الالتزام ببذل العناية. قد يكون الكلام في بدايته وكأنه طرحا نظريا فلسفيا لا علاقة له بصلب موضوعنا اليوم. المشكلة الحقيقية التي يقع فيها المحامي عندما يشتط في وعوده مع موكله تكمن في إخلاله بطبيعة التزامه. المحامي ونظرة الآخرين للمحامي وما يتطلع إليه الموكل من المحامي هي مرتبطة بطبيعة الالتزام. المحامي عندما يلتزم مع موكله بتحقيق نتيجة هو سيقع في محظور من ناحيتين. المحظور الأول وأنه قد خالف قواعد الالتزامات عموما، لأن النتيجة لا يملكها أو لا يملك تحقيقها المحامي، وبناء عليه فهو التزم بما هو مستحيل، التزام باطل، لأنه لا يملك أن يحقق نتيجة في أمر لا يملكه. المشكلة الثانية فيما يتعلق بالتزام المحامي بتحقيق نتيجة هي التي تؤدي، وأنا لا أتكلم عن قواعد عامة، أنا أتكلم عن حالات فردية استثناءات عن قاعدة، وهي أن المحامي سينزلق في منزلقات الانحرافات المهنية. حينما يعد المحامي موكله بأنه سيحقق نتيجة في دعواه المنظورة فإنه قطعا ويقينا سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق تلك النتيجة وإن سلك في ذلك مسالك الجريمة والانحراف. ولذلك كثير من المحامين تبدأ خطواتهم الأولى في القضية بوصفه محام وينقلب بعد ذلك متهما يرافق موكله في ردهات السجون باعتباره متهما في جريمة تزوير أو في جريمة رشوة، وهو ما ينبغي أن تترفع عنه مهنة المحاماة باعتباره مهنة المساعدة ومهنة الأخلاق. نظرة الآخرين للمحامي وهي المحنة الأساسية التي يعاني منها المحامي وساهمت فيها في مراحل معينة دور
السينما في مصر حينما كانت تظهر المحامي باعتباره نصابا محتالا طامعا في المال متجاوز الحدود الأخلاق، وهذا طبعا مش حقيقي، وهذه استثناءت. أنا على الأقل من خلال فترة عودتي للمهنة لم يصادفني من هؤلاء إلا قلة قليلة لم أصادفهم، وإنما سمعت عنهم ولم أراهم وأرجو ألا أراه. نظرة الناس للمحامي، للمحامي النصاب طالب المال، أنه أخو الشيطان ودفاعه، ناشئة من فكرة الإخلال للمحامي بالتزامه الحقيقي. المحامي عندما يدافع عن القاتل، المحامي عندما يدافع عن بائع المخدرات، المحامي عندما يدافع عن السارق، هو لا يدافع عنه تحقيقا لنتيجة بعينها، وإنما هو يدافع عنه ببذل عناية من خلال تقديم العناية اللي هي المشورة والمساعدة التي عادة ما يقوم بها المحامي بحكم صعوبة طبيعة عمل مهنة القانون عموما. المشكلة إذن في نظرة الآخرين لمهنة المحاماة هي مرتبطة بطبيعة الالتزام. إذا ما علمنا طبيعة التزام المحامي انجلى كل غموض يشوب طبيعة هذه المهنة، ونقيت هذه المهنة مما يشوبها من شبهات تنزلق في نظر البعض بها إلى مستنقعات الانحراف والتزوير. المسألة الأخرى اللي ترتبط أيضا بشجون ومحن مهنة المحاماة تتعلق بحقيقة استقلال مهنة المحاماة وبحقيقة حرية مهنة المحاماة. مهنة المحاماة تعد مهنة حرة؟ أيعد المحامي مستقلا؟ فيما يتعلق بالسؤال الأخير قطعا ويقينا المحامي وصاحب استقلال، ولا توجد قوانين تقيد المحامي في ممارسة مهامه في الدفاع عن موكليه إلا ندرا يسيرا لا يستحق بأن يذكر. المحامي لا يخضع لأي قيود أو قواعد فيما يتعلق بمهامه في الدفاع عن موكله إلا قيود تتعلق بنزاهة العمل والتزامه بقواعد شرف المهنة. ولكن أيعد المحامي حرا؟ أيكفي في المحامي أن يكون مبدعا حتى يكون محامي شاطر وناجح؟ للأسف الإجابة لا. حرية المحامي مقيدة، كل المهن على اختلاف أنواعها الإبداع فيها مرتبط بشكل فردي بدور المبدع. الطبيب الناجح سينجح إذا أدى عمله كما ينبغي وأبدع، المهندس الشاطر سيبني لنا أو سيقدم لنا تصميما خلابا، الرسام سيقدم لنا لوحة جميلة بذائقتنا نلمس جمالها. لكن المحامي لا، المحامي والمهنة الوحيدة التي يرتبط الإبداع فيها بذائقة المتلقي اللي هو القاضي. عناصر إبداع المحامي لا تقتصر على حجم المعلومات التي يكتسبها المحامي أو التي اكتسبها المحامي في فترات، سواء كان من حملة الماجستير أو الدكتوراه أو من حملة الليسانس أو من أصحاب الخبرات الطويلة. تعتمد نتيجة عمل المحامي على نقطة واحدة رئيسية، وهي اقتناع القاضي بما يقوله. ولذلك عمليا قد يحصل أن يكون للمحامي فكرتان، فكرة عميقة في الدفاع وفكرة سطحية، كلاهما قد يؤدي إلى ذات النتيجة. فستجد أن المحامي ينزع إلى الفكرة السهلة البسيطة التي يمكنه إقناع القاضي بها بأقل وقت وبأقل مشهود. هذا الكلام الذي أقوله هو مش مجرد تصور نظري، هذا شيء أنا عايشته بحكم تخصصي على الأقل في المسائل الجنائية. وجدت أن إبداعي الشخصي في مسألة من المسائل التي تكون معروضة على القاضي لا يكفي لتحقيق نتيجة. لا يكفي في المحامي أن يكون ملما بتفاصيل المعرفة التي ينتمي إليها وهي المعرفة القانونية، بل يجب عليه أن يكتسب معرفة خاصة، وهي ليست معرفة مبنية على قاعدة، وهي طريقة تفكير المحكمة التي سيترافع أمامها. بعض القضايا ستكون نتيجتها محسومة مسبقا، ترافعت فيها أو لم تترافع، وستعرف أن هذا القاضي سيؤدي فيها دورا وحيدا، وهو الاتجاه بالقضية إلى حكم بعينه. ولذلك دفاعك في هذه القضية يجب أن ينصب على ما يلائم قناعات ذلك القاضي الذي نظرت أمامه الدعوة. معلش، هل هذه خصوصية ليبية وإلا
يبدو أنها ليست خصوصية ليبية، لأن أصبحنا نشاهدها حتى في أحكام المحاكم المصرية. يعني بعض القضايا تعرض على المحاكم ونتيجة حسمها مسبوق معروفة بشكل مسبق. بعض المسائل التي تنتهك قواعد أخلاقية قد تصل بها أو يصل بها المطاف للحكم بالإدانة، رغم أن نصوص القانون لا تنطبق عليها بشكل عميق إنجاز القول. وهذا طبعا نحن عندنا يخالف مبدأ الشرعية الجنائية ويخالف الكثير من القواعد القانونية، ولكن مهارات القاضي في الوصول إلى نتيجة معينة لا ترتبط فقط بمهاراته الشخصية المرتبطة بكم معرفي، وإنما ترتبط بشكل رئيس وبشكل أساس بقدرته على إقناع القاضي. قد يرى البعض أن هذه هي المرافعة. المرافعة هي فن الإقناع، ولكن فن الإقناع كمرافعة مبني على اعتبارات شخصية. إحنا بعض القضاة يكون قناعة مسبقة عن الدعوة وقد يصرح بها خلال نظر الدعوة، يعني قد تعرف نتيجة الدعوة من في أول جلسة من جلساته. وبعض المحاكم تحكم في الدعاوى المعروضة عليها دون أن تنظر للدفوع التي أبديت أمامها من المحامي، لأن القناعة الرئيسة والقناعة الأصلية عند المحكمة كونت من الجلسات الأولى وربما حتى قبل الجلسة من خلال الاطلاع على محاضر الدعوة، سواء كانت الدعوة مدنية أو على صحيفة الدعوة إذا كانت الدعوة مدنية. إذن فكرة الحرية التي ينبغي أن تتمتع بها مهنة المحاماة كمهنة إبداع يحد منها العديد من العوامل، وأهمها أن نتيجة عمل المحامي مرتبطة بشكل أساسي ورئيس بقناعة القاضي الذي ينظر الدعوة والذي هو سيفصل فيها، ويجب أن يكون مقتنعا بما استعرضه عليه المحامي. هناك أنا سألت طارق هذه خصية لا، يعني هل مثلا تفرق في نظام المحلفين عن الأنظمة الأخرى؟ هو في نظام المحلفين أيضا، وإن كان يعني هو نظام المحلفين يبتعد علينا كثيرا، ولكن نظام المحلفين أيضا يعتمد على قناعة، يعتمد على قناعة المحلفين في ثبوت الاتهام من عدمه، ولذلك هي مسألة ترتبط بمدى إقناعك للمحلفين بوجاهة العرض الذي تستعرضه على المحكمة، خصوصا المحلفين في الغالب هم ليسوا من رجال القانون، هم عادة ينتموا إلى طبقات المجتمع العادية. مسألة النطق بالعقوبة بعدين يتولاها قاضي في نظام المحلفين، ولذلك هي على الأرجح مهنة المحاماة هي مهنة إبداعية دون شك، مهنة تحتاج لقدر كبير من المعرفة، ولكن تعتمد بشكل أكبر وأساسي على مهارات الإقناع قبل أن تكون معتمدة على مهارات كم المعلومات. المشكلة الأساسية في مهنة المحاماة، نعود مرة أخرى فيما يتعلق بمهنية المهنة وبالتزامها بقواعد الشرف، ترتبط بارتباط المحامي بمصالح موكله. المحامي هو الطرف الوحيد الغريب عن الدعوة، سواء كانت دعوة مدنية أو دعوة جنائية. القاضي مرتبط بصفة الحياد باعتبار أنه هو سيفصل في الدعوة. الخصم هو شخص صاحب مصلحة، يجد المحامي نفسه بين الحياد وبين المصلحة، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إذا ما استذكرنا الملاحظة الأولى اللي ذكرتها كم فكرة فهم التزام المحامي، هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى شطط بعض المدافعين، وأنا لا أسميهم محامين، في القيام بمهام مهنتهم بالخروج منها من سياق الدفاع من أجل بذل عناية إلى سياق الدفاع من أجل تحقيق نتيجة ارتباطا بمصالح موكله. حكم الدراية بالقانون، بحكم الدراية بالقانون وبحكم اتصاله بمصلحة موكله، تكون فيه مشكلة لدى المحامي فيما يتعلق بدفاعه عن مصالح موكله، وهذا هو اللي يخلق في بعض الأحيان إشكاليات تتعلق بسلامة أدائه المهني. مسألة ارتباط المحامي بمصالح موكله فيها خطورة كبيرة جدا، إذا لم يكن المحامي ملتزما بضوابط تلك المهنة سيجد نفسه منساقا ومجرا إلى مزالق خطيرة جدا. النظرة المجتمعية لمهنة المحاماة، وأيضا هي ترتبط بفكرة ميثاق الشرف لهذه المهنة وبفكرة مدى التزام أهل المهنة بقواعد وضوابط مهنة المحاماة. النظرة لمهنة المحاماة ارتبطت بما كانت تسوقه لنا السينما المصرية، المحامي النصاب، المحامي السراق، المحامي المختلس، وهذا مش حقيقي. الدور الحقيقي للمحامي يفهم على النحو الآتي: دور المحامي فيما يتعلق بموكله هو دور مرشد.
المحامي هو المرشد لموكله للوصول إلى نتائج الدعوة المرفوعة، سواء كانت دعوة مدنية أو دعوة جنائية. المحامي بالنسبة للقاضي هو عون. القاضي الذي يدخل الجلسة بملفات تتجاوز 80 ملف في بعض الأحيان، والقاضي الملزم خلال أيام معدودة بأن يحكم في الأسبوع الواحد في 7 أو 10 قضايا، لا يمكنه أن يستوفي كامل وقته في الاطلاع. ولذلك المحامي اللي يشتغل صح سيكون معين للقاضي على الأقل في تحديد النصوص المنطبقة على الواقع. قد يكون القاضي مقتنعا بما يقوله المحامي، كيف ما قلت لكم في البداية، لأن المحامي يعني دوره في الإقناع مسألة مش سهلة، أنك تقنع قاضي بفكرة معينة بعيدا عن نصوص القانون. ولكن الدور المهم اللي قدم المحامي للقاضي هو كشف نظره على بعض النصوص التي قد يصعب على القاضي استظهارها أو الاطلاع عليها بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومة في بعض الأحيان، وبسبب ازدحام العمل عند القاضي. النظرة السلبية من جد إذن للمحامي ولمهنة المحاماة، جاءت النظرة السلبية ما نقولش من ممارسات فردية، ما نقولش، لأن الناس مش مطلعين على كل الممارسات التي تحصل في المحاكم، الناس العوام مش مطلعين على كل تطبيقات مهنة المحاماة. النظرة السلبية جاءت لمهنة المحاماة لارتباط المحامي في نظرهم بالمجرمين، ولأن المحامي دوره بالنسبة للمجرم هو إفلاته من العقاب، وهذا مش صحيح. الدور الرئيس للمحامي كما أسلفت هو بذل عناية ترتبط بنتيجة يفصل فيها القاضي. وافقت العناية التي بذلها المحامي نتيجة القاضي، إذن المحامي طبق القانون كما ينبغي. لم توافق، إذن هناك مشكلة في سياق وفي نسق عمل فهم القاضي لما قدمه المحامي. قد يكون المحامي مقصرا أو لا يكون. مشاق مهنة المحاماة، المشاق والصعوبات التي تواجه عمل المحامي. طبعا مسألة انسياب المعلومات بالنسبة للمحامين مسألة حسمت في وقت مبكر من خلال التطور التكنولوجي اللي 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 سهل على المحامي مسألة الحصول على المعلومة. يبقى عندنا المشاق اللي ذكرتها في بداية الحديث، المشاق المرتبطة بتفهم الموكل لدور المحامي ولتفهم القاضي لدور المحامي. عندنا مشكلة ما هيش عامة، ما هيش واسعة، وأنا شخصيا ربما ما واجهتنيش، وهو أحيانا ينقلب القاضي خصم للمحامي. إذا ما أساء المحامي إدارة ملف الدعوة، وإذا لم يراعي القاضي المحامي مشاعر القاضي الذي يترافع أمامه، قد ينقلب القاضي خصما للمحامي. ولذلك تحديد دور المحامي أثناء مرافعته واستعماله لعبارات تليق بالمحكمة التي يترافع أمامها يعتبر جزءا مهما من 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 المهارات التي يجب أن يكتسبها المحامي أثناء المرافعة. بعض القضاة يعتقد بأن المحامي إذا ما تكلم في التفاصيل البدائية هو يستعرض عليه، أو في أسوأ الأحوال هو يعلمه. ولذلك الفصل بين مسألة ما يقدمه المحامي للقاضي في إطار دفاعه عن موكله تختلف تماما عن مسألة التوضيح للقاضي في مسألة قد يكون القاضي غير ملم بها. المحامي لا يقدم للقاضي معلومة ليسترشد بها القاضي فحسب، وإنما المحامي يقدم معلومة قد تكون مفيدة بالنسبة للقضية التي يترافع فيها أمام القاضي. مهنة المحاماة، وأنا أوشكت على الانتهاء يا دكتور نجيب، مهنة المحاماة تمر بمحنة دائمة، المحامي دائما في محنة. المحنة التي يعانيها المحامي ترتبط بشجون العمل الذي يؤديه. المحامي قضية واحدة قد يسهر لأجلها الليالي، وقد وفي انتظار الحكم الصادر فيها قد يبذل لأجلها الوقت ويضحي بكثير من الوقت الذي يجب، وعليك السلام ورحمة الله، الذي يجب أن يستثمر لأسرته. الكلام خلاصته، نحن مهنة المحاماة من المهن المرتبطة بشكل مباشر بالمشاكل، من المهن المرتبطة بشكل مباشر بأزمات الآخرين، من المهن المرتبطة بشكل مباشر بإنعكاسات نظرة المجتمع للمحامي. كان من الضروري جدا لإزالة ما يمكن أن يصيب هذه المهنة من عثرات أن يوجد ميثاق شرف لهذه المهنة. هذا الميثاق الذي يمكن تسميته بميثاق شرف صدر في مدونة خلال الأسبوع الماضي سميت بمدونة سلوك مهنة المحاماة.
هذه المدونة حاولت أن تنظم علاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالمحكمة، وحاولت أن تنظم أيضا علاقة المحامي بغيره من المحامين. وضعت قواعد عامة، هي لم تخرج في الحقيقة عما تم ذكره خلال هذه المحاضرة المقتضبة جدا، ولكن قد تكون في إطار نواة يمكن أن يتم تعميقها والخروج بها من مجرد مدونة سلوك إلى ميثاق شرف يتوافق عليه جميع المحامين. هذه بسطة سريعة دكتور نجيب لما يمكن أن يقال في شأن هذه المهنة الكبيرة. أنا أقر يعني في البداية وفي الختام بأن الحديث عن مهنة المحاماة لا يمكن أن يتم في محاضرة مختصرة ومختزلة، أيضا الحديث عن مهنة المحاماة ممكن يكون أكثر جدية وأكثر فاعلية وأكثر إثراء في حضور شيوخ للأسف اليوم ما كانش في الإمكان حضورهم لظروف خارجة عن إرادتنا. شكرا دكتور نجيب. شكرا طارق. الحقيقة أنا استمتعت على المستوى الشخصي بهذا العرض الجميل والمثير أيضا. مسألة عدم حضور شيوخ المحاماة وأساطينها ممكن حنحلوها يعني ممكن جدا في حلقة قادمة حتجمع بين القضاء والمحاماة، وحنبدوها بتسجيل للربع ساعة اللي حكى فيها طارق بحيث نستفيد من ردود أفعال من غابوا اليوم. الحقيقة فعلا مهنة متاعب، مهنة مشحونة بالفخاخ، وأكيد أثارت الكثير من الأسئلة لدى الحاضرين، فمن لديه تعليق أو استفسار فليتفضل. شكرا جدا لك دكتور طارق على هذه المحاضرة اللي سميتها مقتضبة ولكن مفيدة للغاية. أنا خذيت بعض الملاحظات. لاحظت أنك تتحدث عن واجبات المحامي تجاه موكلة وتجاه الخصم، وعرفت أيضا أن للمحامي واجبات تجاه نفسه أيضا، وأن هناك واجبات للمحامي تجاه المحكمة والقاضي والمنظومة القضائية كأن، وأن من الممكن أن يكون معين للقاضي في القضية وفي نفس الوقت قد ينقلب القاضي خصم للمحامي، خاصة إذا كان هذا المحامي لم يحترم القاضي واستقلاليته واستقلالية المنظومة القضائية بالدرجة الأولى. وهذا يثير تساؤل عن علاقة المحامي بوسائل الإعلام والرأي العام. في إحصائيات كثيرة يقال أن آخرها كانت سمعت عنها في ألمانيا، أقر 50% من المحامين اللي أجريت معهم أجري عليهم هذا الاستطلاع أنهم يستعملوا وسائل الإعلام لإثارة الرأي العام في قضاياهم المعروضة أمام القضاء. وأجاب حتى بعض القضاء أنهم يأخذوا في الاعتبار الرأي العام قبل ما يصدروا أحكامهم، وعدد قليل جدا منهم قال إنهم تأثروا في بعض الأحيان بالرأي العام قبل إصدار الحكم. وهذا يثير لنا الإشكالية ما بين استقلال القضاء وحرية الإعلام ونقل المعلومات، واللي هن حقين المفروض إنهم مضمونين بالكامل، ولكن في بعض الأحيان قد تتعارض مصالحها. إلى أي درجة السؤال هو إن إلى أي درجة يقدر المحامي أنه هو يستعمل الرأي العام ليؤثر على المحكمة، وهل هذا جائز ولا غير جائز، هل هو يعني يتعلق بشرف المهنة، هل يمكن أن نعتبر أنه يؤثر على استقلالية القضاء بشكل أو بآخر، خاصة أن إحنا إذا كان عرفنا أن ثقة الرأي العام في القضاء أصلا تتعزز بوضوح بالعلنية بوضوح الأفكار، وشفنا دول كثيرة يعني أصدرت قوانين لها علاقة بالإعلام زي الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت The Sunshine Laws اللي هن علاقة بوضوح وشفافية الأحكام. فيبدو أن هذه المسألة علاقة الإعلام بالقضاء أصلا سواء بالقاضي أو بالمحامي هذه تثير إشكاليات كثيرة، فإلى أي درجة من الممكن أن المحامي يستعملها. مسألة ثانية أثناء حديثك هكذا راودتني هي علاقة القاضي
لما تكلمت على حرية المحامي، عفوا حرية المحامي، حرية المحامي واستقلالية المحامي في علاقته بالسلطات الأخرى في الدولة، يعني مثلا علاقته بالسلطة التنفيذية إلى أي درجة من الممكن أنه هو يكون مستقل عنها، وكيف يقدر يضمن ذلك، وهل له أن يعلن ذلك، وهل له أن يعترض مثلا على تدخل السلطة التنفيذية مثلا في تشكيل نقابات المحامين، في حل النقابات، في اختيار رؤساء هذه النقابات. فهل هذا بالفعل يثير إشكاليات واضحة عندنا، وهل تنص مواثيق الأخلاق على هذه المسألة ولا لا؟ شكرا لك. فيما يتعلق بدور الإعلام ومدى استغلال المحامي له، طبعا القاعدة العامة أن المحاكمات علنية، وأن انسياب المعلومة كقاعدة عامة أيضا متاح مع ضوابط فيما يتعلق بسرية التحقيق الابتدائي وغيره. وصول الدعوة إلى حوزة المحكمة يرفع عنها جل القيود المتعلقة بالعلنية، ولكن تنبه المشرع الليبي في قانون الإجراءات لبعض المحاذير التي قد ترتبط ببعض القضايا، ورأى المشرع في قانون الإجراءات الجنائية أن بعض القضايا النشر فيها قد يكون سوء أكثر من كونه إيجابية، ولذلك أعطى قانون الإجراءات الجنائية للقاضي في بعض المسائل في بعض القضايا أن يصدر أمرا بمنع النشر، منع نشر بيانات تتعلق ببعض الدعاوى. ولذلك القاعدة العامة هو جواز استعمال الإعلام للتأثير على الرأي العام فيما يتعلق بقضية بعينها، سواء كان هذا الاستعمال من طرف المحامي ما لم يكن منحرفا في ذلك بسلوكه عن مدونة السلوك وعن أخلاقيات مهنة المحاماة، وهذه القاعدة العامة. الاستثناء إذا صدر قرار من المحكمة بمنع النشر في قضية من القضايا يصبح في هذه الحالة الحظر حظر قانوني، ولا يجوز المحامي في هذه الحالة تجاوز. طبعا المحامي طبعا هو يعني جزء من هذا المجتمع، والمحاماة شريحة من شرائح ومهنة من المهن الموجودة في ليبيا، طبعا لها بعد تاريخي وبعد ثقافي وبعد اجتماعي، وأيضا لها علاقة بالأنظمة السياسية موجودة، وتتأثر سلبا وإيجابا بحسب النظام السياسي الموجود. طبعا هي المحاماة أساسا علاقتها الرئيسية تكون مع السلطة القضائية، المحاكم بشكل عام على حسب تدرجاتها، ولكن بيخلوش الأمر من أنها تكون بعلاقة مع السلطة التنفيذية. طبعا السلطة التنفيذية تتكون من الحكومة والوزارات. بالنسبة للمحاماة دائما تكون خاصم للحكومة، من النادر جدا أو ما أعتقدش أن القانون الليبي يجعل من المحامي في طرف، كمحامي كصفة كوكيل قضائي دائما بيكون خاصم الحكومة. ما أعتقدش أن المحامي حيكون في صف الحكومة لسبب بسيط، لأن هناك مهنة أخرى وهي محاماة للدولة تسمى بإدارة القضايا. إدارة القضايا هي التي تنوب عن الدولة في الترافع أمام المحاكم. قانونا لا يجوز لغير إدارة القضايا في ليبيا أن تكون محاميا للدولة. يعني افترضنا جت وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو أي من وزارات بتوكل محامي، هذا محظور قانونا، باعتبار أن هناك جهة تسمى إدارة قضايا وهي إحدى هيئات الهيئات القضائية المشكلة من مجلس أعلى القضاء تنوب عن الدولة. ولكن طبعا العلاقة بين المحامي والسلطة التنفيذية علاقة خصومة في أغلب الأحيان، باعتبار أن المواطنين قد يتعرضون لبعض المشاكل مع الحكومة، قد تكون مشاكل مدنية، قد تكون مشاكل جنائية، قد تكون على حسب. فلذلك يتطلب المواطن أو الشخص الذي تعرض إلى مثلا تصرف غير طبيعي من الحكومة، أو تعرض إلى خطأ شخصي من أحد تابعي الحكومة، مثلا عن طريق أحد الموظفين أخطأ شخصيا، قد يشكل خطأ مدني، قد يشكل خطأ جنائي، مثلا إدارة الضرائب صارت بعض بعض الاختلافات
من طبعا انت عارف انت دائما نقابه المحامين من جميع المهن دائما لن تكون على راي واحد، يعني لابد من تعدد الاراء، يعني قد يكون طرف مؤيد لهذا التدخل وقد يكون طرف معارض له. يعني هو التدخل يعني خلينا نكون منصفين، يعني ما كانش فيه يعني ما تقول التدخل والضغط انا ما شفت الصراحه مثلا دوله تدخلت حتى النظام السابق، يعني ما كانت زي ما تقول تدخلت تدخل زي ما تقول بإرهاب أو بتخويف أو بكذا الحقيقة، يعني فهم دائما التدخلات تتم بشكل قانوني. إذا كان أنت ما لم ترتضي هذا التدخل عندك جهات، إذا كان قانون تقدر تطعم فيه بعدم الدستورية قدام محكمة عليا وحصل هذا، وقد يكون قرار وتقدر تطعم فيه قدام قضاء إداري، يعني عندك وسائل وأساليب قانونية للتصدي لما لهذه الخروقات إن صح التعبير. يعني فأنا كنت عاصرت لحظة فترة في ولاية الأستاذ أبو بكر السهولي في نقابة بنغازي، وهي كانت من إرهاصات ثورة 17 فبراير. كانت بعض المحامين الزملاء والأساتذة اعتبروا أن ولاية أبو بكر السهولي أستاذ أبو بكر السهولي انتهت وفقا لقانون معين اللي هو قانون شؤون النقابات وكذا، بينما في مجموعة أخرى اعتبرت أن هذه النقابة ما زالت تمارس عملها بشكل، لأن تمسكوا هذا كما تمسكوا بالمدة معينة بأن خلال 4 سنوات يتم تصعيد، كان تصعيد شعبي ما كانش انتخاب. والمجموعة الثانية وأنا منهم حقيقة كان أن نحن نقول وإن كان انتهت الولاية ولكن لابد من صدور قرار من مؤتمر الشعب العام بالدعوة إلى تصعيد، هو الاختيار الشعبي ثمان. فالمجموعة الأخرى قالت لا مش ضروري، انتهت مدة ننتخب وما إلى ذلك. فصار في تدخل قوي، يعني ظني حكى عليه حتى معمر قذافي في فترة الثورة في 2 مارس وكذا لما كانت الثورة قائمة، قال جوني مجموعة المحامين وكذا. فحقيقة هي كانت فترة من الناحية القانونية كان صراع جميل بصراحة، لكن طبعا خدها أبعاد أخرى. فجينا قلنا لا نحن لازم صدور قرار مؤتمر الشعب العام بالدعوة إلى الاختيار بدون هذه، هني حتى ولو المدة تجاوزت المدة قانونية لكن تعتبر نقابة تسيير أعمال، ما يقدروش يجوا 5 أنفار أو 10 أو 20 يقولوا لا نبغى ننتخب، معناها كل واحد ما يعجبش واحد فيصير فيه مشاكل، يعني عارف. فاعترضوا والمجموعة وتمسكوا بقرارهم وكان على رأسهم الشهيد، نسأل الله أن يكون شهيد، الأستاذ عبد السلام المسماري والأستاذ عبد الحفيظ غوقة والأستاذ خالد السايح. وأصروا على إجراء الاختيار بتاعهم ومشوا للنقابة في اليوم المحدد ولقوها مسكرة، فاضطروا يديروا اختيار في الشارع. وطبعا الاختيار ما كانش رفضه مؤتمر الشعب الان في البدايه الموضوع هذا، رفضوا قالوا نحن ما دعوناش للانتخابات فلذلك نحن نرفض النقابه اللي هي جديده تم على راسها خالد السايح. وكلام هذا كان في شهر 12 2010 وواحد وبدايه بعدين طبعا صار في اخذ ورد وكذا. وبعدين طبعا نحن تمسكنا بعدم وجود قرار وهذوم انتخبوا، فكيف الحل؟ قعدت في نقابتين وقعدت في مسألة التسليم والسلام وما فيش كذا، لعن صارت ضغوط على مؤتمر الشعب العام ومشوا المجموعة اللي اختارت، وتقريبا تقابلوا حتى مع معمر حسب كلامه هو يعني وقنعوه. يعني فأصدر تعليمات مؤتمر الشعب العام باعتماد يعني هذا الاختيار. ما هو نحكي له أنا تو كملت، أصدر قرار تتدخل مؤتمر الشعب الآن. في الأول قال ما فيش قانون وما يجوزش، يعني أنت منعتني لو أنت أصدرت قرار، لأن أنا شاركت في العملية الانتخابية بالثير لكن منعتني وبعدين اعتمدت نتائج نظرا لضغوط أخرى. فحقيقة كان تدخل مش غير جيد غير مقبول وسبب مشاكل، لكن بعدها انحلت الحمد لله وبعد صدور قانون جديد وبعد كذا. طبعا صدر على 6 تشريعية مؤتمر الشعب الآن وتمت انتخابات بسلاسة، وهذا يعني الموقف اللي أنا حاضرة وعصرتها يعني حقيقة نحكو فيه بكل أريحية بكل وضوح. لما يتعلق بالسؤال الأخير اللي سألته دكتورة هالة،
هو في طبعا أنا عمري جديد في المحاماة مانيش قديم صدق، ولكن في حاجة صارت في التجني صار على المحاماة وشيء يعني لا يمكن أن نحن ننسوه، وهو أن في فترة ما خطر على تدخل السلطات الأخرى وكذا، في فترة ما ألغيت بكل المحاماة اللي نحكوا عليها نحن توه، وحيل المحامين هذوم كلهم أصبحوا محامين شعبيين أو محامين عوام، لدرجة أن تم في يعني أصبح لا يتم استقبالهم المحامين اللي بيقولوا أنتم موظفين، يقولوا لهم في المحافل الدولية وكذا يقولوا أنتم موظفين، والمحامي سمته الأساسية هي الاستقلال أصلا، يعني المحامي بدون استقلال يبدأ تابع للدولة خلاص حتى هو، فهذا تدخل بعدك ما فيش، يعني أن ألغيت تماما هذه المهنة وأصبحنا كلنا محامين في فترة ما. أنا طبعا منيش معاصرة وربما ممكن حتى ما جيتش في أبك هذيك الساعة، أنا بس النقطة اللي نبي نحكي فيها بشكل أساسي أن في صوت بدأ يظهر مؤخرا في الـ في الـ في النقابة، والصوت هذا يبي يضرب مبدأ استقلال المحامي في الأساس، وكان واضح جدا في مدونة السلوك. احنا حرية المحامي هذه انا اشوف ان احنا محسودين عليها، المحامي يوم يشتغل يوم في المحكمة هذه، يوم يشتغل الان في قضية شرعي بعدها بساعة يسكر ملف يفتح ملف واحد اخر يشتغل في قضية جنائي، وحر يفتح مكتبة امتى ما يبي يتعامل وين ما يبي، قضية يعني خطرها علي ان المحامي ممكن يدافع على المجرمين وكذا، بالعكس يجونا ناس ويتبين لنا ان هو انسان ظالم او قضية تكون مستفزة لي انا شخصيا، فنقول له معلش هذا ملفك تفضل، لا والله ما اقدرش نستلمها. ليش مش متصور الصورة هذه؟ في محامين كثير يديروا فيها، يعني يديروا فيها مش اي ناخذه خلاص، في موكل يقول احنا اسفين ما نقدروش نستلم موضوعك، هذه حاجه راه ممكن ما جابتهاش السينما، يحسبونا متى ما عرضت علينا اتعاب ايا كانت ناخذه خلاص، لا نقولوا للموكل لا والله سامحنا ما نقدرش. الصوت هذا اللي بدا يظهر مؤخرا وانا ما نبيش نطول، يبي يقيد المحامي وبيفرض عليه قيود ما أنزل الله بها من سلطان. أنا جاي معي حتى قانون المحاماة، المادة واحد أجمل منها ما فيش من قانون المحاماة. المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة تعمل على تحقيقها وعلى حماية الحقوق والحريات، وبعدها المحامي ينوب ويدافع عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لدى جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية كما يقدم الاستشارات القانونية. في المدونة الأخيرة قال لك المحامي ما قدمش المشورة على الفضاء الإلكتروني، هذه أكثر حاجة بصدق أنا شخصيا استفزتني. وعليكم السلام. أنا يعني أخيرا هذه أكثر حاجة استفزتني، كيف أنا ما نبديش المشورة؟ وين حريتي أنا معنا؟ إذا كان في محامين عندهم منصات وعندهم برامج تفاعلية وعندهم برامج حية على التلفزيون وعلى اليوتيوب ويقدموا في المشورات القانونية والمتصل يسأل والمحامي يجيب، انت الغيت مني الركن الجناح الثاني. نحن الجناح الاول وهو العمل القضائي في ذاته من حيث رفع الدعاوى، الجناح الثاني احنا نبدأ في المشوره ومن صلب عملنا وعندنا لها حتى لائحه تنظم اتعابنا فيها الاستشاره وكذا، والمحامي يبدي المشوره القانونيه للجهات والاشخاص والدنيا كلها. باهي معلش كيف تبي تحاسبني اذا كان انا ابديت مشوره او واحد لقيت سؤال مثلا على الفيسبوك وجاوبت عليه؟ هذا قيد جديد فرضناه نحن بأنفسنا، ما حد قال لنا، بروحنا درنا مدونة السلوك فرضنا فيها قيود جديدة علينا ما كانتش موجودة، وهذه فيها تدخل. من ذلك قال لك ما تقبلش أتعاب متدنية، ولو صاروا قبلت أتعاب متدنية أو دفعت عن موكل معدم فيجب عليك أنك تأخذها بدون أتعاب، تأخذش أتعاب متدنية، خذها مجانا. وشوف الغريبة الأخرى، وبلغ مجلس النقابة، يعني نبلغهم أنا خذيت قضية مجانا، هذا في تضيع الأجر أولا اللي توخاه المحامي راه أحيانا يزكي على روحه يأخذ في دعوة بدون أجر، المحامي الخاص نفسه بالرغم من وجود محاماة شعبية وكذا إلا أن في دعاوى كثيرة، كل محامي تلقى عنده حتى أنت تقول طالب كده عنده كم دعوة كي لوجه الله لازم منها أي محامي يدير فيها فيما نعلم، يعني فيها تضيع للأجر أننا نعطي مجلس النقابة كله نقول أرى وعندي دعاوى مجانية. ثانيا فيها اعتداء على حريتي واستقلالي أنا كمحامي، خذ أتعاب، بالذات الأتعاب هذه من سريات المحامي، من سريات المحامي أنه هو أتعاب هذين ما يطلعش عليه حد بيني وبين الموكل،
ولا يمكن ان هي تطفل السطح ولا يعلم بها حد الا اذا ثار نزاع بشانها. والمحامي على فكره يقدر يكبح هذا النزاع اللي ممكن يثور بان هو يدير عقد اتعاب. ما فيش حد يقدر يتكلم معه لما يدير عقد اتعاب مع الموكل مباشره. ما فيش حد حتى النقابه يقول لك لا ما نتدخلش، تجي للقضاء مباشره، ممكن تستصدر امر بس مش حتى دعوه، ما ترفعش دعوه، امر عندي عقد بالاتعاب هذه. فتدخل التدخل او تدخل هذه المدونه في اتعاب المحامي هو في اعتداء على حريته وعلى امر من صلب سريه المحامي ومن ضمن عمله. الحاجه الاخرى في نقطه او اثنين ودي بنختم بها، صوروا المحامي وكانه هو شخص يعني مع احترامي كانه هو شخص مش كويس يتدخل في حياه الناس، وكانه يعني معلش نحن دائما نقول المحامي هو اللي يجوه الناس، ما يدقش على باب حد المحامي ويقول لي ما تتدخلش في حياه الناس. انت تتدخل، الناس هم اللي يجون يحكون في صلب مشاكل في داخل بيوتهم. النصف المدونة يقول لك ما تتدخلش. وبعدين جت نقطه اخرى اكثر استفزازا مع احترامي لوضعيها، انا هذا نقد موضوعي ما له علاقه بمن وضعها، تمن والله ماني عارف من حطت عباره والا يستغل حالة الوهن لديه أو حاجة يعني ما تستغلش لما تبدأ عندك عليه مأخذ ما ولا حاجة ما تستغلش. بقى على فكرة ما تقولي ما تتدخلش في حياة الناس الشخصية، أحيانا في الدعاوى الشرعية يتطلب أننا نسأل سؤال شخصي. يا سيدي حط استثناء مش ما تعممش علي أنا السلوك اللي صورته أنه هو مشين. هذا من مدة نختم به هذه، لعل كنا في اجتماع وكان مجموعة محامين حاضرين تقريبا الدكتور حارك كنت قاعد تقريبا دكتور طارق. فللي ما يعرفش يعني التدرج متاعنا نحن عندنا سنتين تمرين بعدين 4 ابتدائي وبعدين 6 استئناف خلاص بعد تقدم محامي عليا. فما يجوزش لمحامي التمرين يترافع قدام المحاكم الابتدائية ولا الابتدائي قدام الاستئناف ولا وهكذا. فيبدو أن في محامي ماهوش مقيد أمام محكمة الاستئناف ومع ذلك يترافع قدامها. كيف جات مانيش عارف. المهم في واحد طرح الموضوع، في محامي ما ترافع، كل اللي حاضرين يعني من هذا وكيف انت مالك وماله انت؟ لا والله تنقول لك ليش يا دكتور مالك وماله، ليش؟ لان اولا هذه حاجه القانون اثارها لمصلحه حد هو اللي يثيرها، انت كنت خصمه ماشي. فالصوت هذا الصوت اللي بيدرونا تفتيش، نحن ما عندناش تفتيش، احنا مانيش هيئات قضائيه عشان يكون في علينا تفتيش يخالف فينا على الصغيره وعلى الكبيره وعلى كذا. نحن احرار، وما النقابه وجدت الا باش تراعي حقوقنا. كيف نخلي المحامي هذا سعيد ويتمتع بحقوقه؟ مفروض هذه النظره. تنحوا على حق على واجباتهم اللي هي منها اصدار القيود اللي قاعدين زملائنا يعانوا عليهم سخط كبير الان بقصه القيود، سيبوا عملهم الاساسي واصبحوا بيديروا لنا تفتيش وفي تجني على مبدا الحريه والاستقلال. فربما المحامي هذا قلت ربما المحامي هذا من الناس اللي لهم 10 سنين قدام السناف يرجع في قيده. وحصلت هذه، انا شخصيا وعذب لهم كلمه، انا تقدمت بملف لطلب القيد الابتدائي فراح كلموني من جديد وتي ملف وتيته، وبعد عناء طويل والدكتور عارف والمحامين الزملاء عارفين كيف احنا نعانوا باش تلم الملف هذا. فقدمت ملف اخر وراح، وبعدين قالوا لي رانا لقيناه. في المرة الثالثة كلمني أحد أعضاء لجنة القيد وقال لي راهو لقينا ملفك، ولكن راهو ما فيش النماذج، فيه الأعمال بس. هذه مشكلية، ما فيش تنظيم، ما فيش حفاظ على المعيد. إلى مؤخرا الآن 3 مرات يوعدوا في بتنزيل القيد وما ينزلوش فيه. الأولى كان الأولى والله ما وقتها مدونة السلوك راهو على فكرة، وكل حتى الحاجات الطيبة اللي فيها المدونة موجودة في القانون وفي اللائحة. إذا كان مديره يعني ما كانش حتى يجب أن يتحوي على نصوص آمرة، هذه ميثاق شرف بعض الأخلاقيات بعض العرف اللي تعرفنا عليه نحن كمحامين من العادات الطيبة وكذا. أنا سامحوني إذا طلت أو إذا طلعت من الموضوع وشكرا. طبعا لو سمحت لي قبل ما ندخل في موضوع وقعنا خلينا نتخيل أو نرسم صورة لمن هو المحامي. المحامي هو جزء من السلطة الثالثة، هو من أعوان القضاء، أعوان القضاء هو جزء منها، والمادة الأولى من القانون قالت يدافع عن الحقوق والحريات. والعدل في حد ذاته ما هوش قيمة مادية، هو رسالة. فكنت ما كنت تؤمن بالرسالة
كل مكان إيمانك بها، ولعل قدرك يوم اللي جابك لحاضنة العدالة وهي كلية القانون ما تفكر أنك أنت راك حتكون جزء من رسالة سامية وجزء من مكون ملاش علاقة، ملاش علاقة بالواقع الاقتصادي ولا علاقة بالواقع التنفيذي. أنت راجل مهمتك أو راجل خذت الرسالة هذه تبي تحقق رسالة العدالة اللي أنت قررت أن تقرأ فيها أو تقرأ أو تنتهج دراستها. للأسف أقولها بمرارة أن في الفكر متاع المحامي، إذا كانت بتحاسب المحامي في إطار السلطة الثالثة اللي هي موضوعية وعلمية ومتناسقة ومتجانسة مع بعضها والتكامل مع بعضها، ويكفي أن السلطة الثالثة من حقها أن تحاسب السلطة التشريعية ومن حقها أن يمتثل الناس حتى الطعن في قانون تصدر السلطة التشريعية. هذه المكنة اللي عند أصحاب العدالة يقودوا فيها المحاميين بدفوعهم وبأراهم، لكن الواقع الآن غير الواقع الأيديل اللي احنا نتمناه في المحامين، أو غير الواقع اللي هو مطلوب أن يكون فيه المحامي. لأن لا يخفى عليكم وبشكل أو بآخر نحن ليبيين وعايشين واقع ما فيش حاجة فيها معيارية في كل شيء. أرجو نقولها وجه تقبلها مني، ما لقيتش حاجة فيها معيارية من كل شيء. كل ما تحط حاجة تحط آيزو قدامك تلقاك أنت below the standard. للأسف خلينا نأخذ المحامي. المحامي للأسف رسالته في اتجاه العدل في مجموعة، أي نعم تشتغل في رسالة العدل وتقدم في رسالة العدل، وفي مجموعة تسوق في النصوص القانونية في ردهات المحاكم. وللأسف قيم المهنة مفقودة، ما هيش موجودة بوضوح. والسبب أن أكثر من مرة يشكون الناس قل عدل النقابة، عدل النقابة، أشكي النقابة متحرجة لأنه يبوا يوما ما في الانتخابات الأخرى ما بيش يدخل في صدامات مع حد بيحاول أن يكسب الناس. صراحة خلينا نقول كم بالأخير بكل في حتى عندنا محامين خرجين سجون محامين، في وحدين رافعين عليهم الحصانة القضائية ومطلوبين التحقيق وقاعدين يشتغلوا من اللوطة. أمر واقع ما نقدرش نقوله، لكن ما تحسبش المحامي في إطار فكرة السلطة الثالثة النظيفة النزيهة اللي في كل شيء فيها، لأن للأسف خلق عندنا شعور كمحامين أنك بمجرد ما أنت تتخرج من القانون اللي يشتغل في النيابة يدور عليه حلقة الملائكة، وأنت وتلك قرون الشيطان تسجد بين وكأنك أنت شيطان تمشي على الأرض. للأسف جدا هذه الرؤية اللي عندهم، وبالرغم أنهم هم عندهم تحفظات على المحامين أنا معاهم. قلنا في محامين بصراحة أمر يدعو للرثاء أكثر من يدعو للاستغراب، ولكن عندنا تحفظاتنا على بعض القضاء وبعض المين. مش من ناحية شخصية ولا من ناحية تسبيب الأحكام، أكثر في حكم في نحكمه ويعدوا نقضوا في العليا، يعدوا نقضوا في الاستئناف يودع عليك 3 سنين بسبب يحكم فيك مش بالسلطة التأصيلية بالسلطة الوظيفية، والمحكمة اقتنعت بهذا وكانت المشي ما فيش تأصيل ولا حتى في رد الدفوع بشكل مفصل باش أنت تطمئن. يأتي المحامي اللي يشتغل في هذا الجانب، يشتغل في هذا الجانب وبمرارة تلقاه موزع. واحد خلينا نقول كم كلام ربما تعرفوش، ما فيش أنا ما اشتغلش في الجنائي، ربما زملائي اللي منكم عنده تحفظ في الكلام هذا يقوله توه. هل تعلمون أن راه في جزء السجين لما يجي من غادي يجي المحامي معين في ترتيبات صح ولا لا؟ كان غلط قولي غلط، قوله بدون تردد يعمل، كان خايف العقب ما ترددش. يجي من غادي للسجين، من غادي واتي المحامية معينة ولا محامي معين وياخذ توكله القيوم وياخذه. طبعا نشتغلوش في الجنائي، أنا نحكي جماعي راجل يشكولي يقولوا لي راهو كذا كذا، ما تقدرش تتكلم لان علاقه خفيه، علاقه مستتره، ما تقدرش تبني عليه راي، ولا في نقابه تتخذ في قرارها في هذه المسائل، لان النقابه السنه كيف تحركت ونامل منها انها تدير. والمسوده اللي ذكرتها راني انا ما طلعتش عليها، ولكن انا نأيد لان الوضع الان مزري 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 مزري، يخليك انت تشعر بالخجل احيانا انك تقف تقول محامي. ليش؟ لان الواقع مش نزيه،
مش نظيف، ما هيش الرسالة اللي قريناها في المادة الأولى، ما هيش الرسالة اللي قريناها في كلية القانون اللي لما زمان يقول إنك أنت تبي تدافع عن حقوقه بالتريث وممكن صح. نحن الآن قاعدين مرة أخرى نعاود وندير ريكول للهني إن ما تحسبوش المحامي على الواقع الأيدين. تو الآن تلقى روحك أفطنة، تلقى روحك في مواجهة ميليشيات، تلقى في واحد مواجهة شرطة مش مستوعبة رسالة المحامي، تلقى روحك قدام وكيل عند نيابة عند استعداد إن ينرفزك ويستفزك وما بيش يقبل منك الرأي الآخر ولا كذا كذا كذا، تلقى روحك قدام قاضي أجل بالشهر ومرات تلتمس للعذر ومرات ما تلتمسش العذر لغاية رجل يحكم 3 سنين تقعد عندها ويحكمها بعدين بعدم القبول وينتدب قبلها خبير قضاي. جبت للحكم المحكمة العليا قلت له يا رازل فكفيك وحكمت انتدبت خبير وتبت إجراءات ما عاش يجوز لك تحكم بالرفض ما تحكم عدم القبول. قال لي والله يا استاذ انت محامين عندكم فلوس تشتروا في مجلات و الكلام هذا. خليني اقول لك حاجه واقع مزري وسامحوني قد نكون اطلت لكن راهو الرساله نتاع السلطه الثالثه doesn't exist مش موجوده. ازمه مهنه المحاماه ومهنه ومحنه مهنه المحاماه لا تخفى على قديم او حديث عهد بهذه المهنه، ولذلك أنا أثني وأثني على ما ذكره الأستاذ عبد العزيز. وحقيقة يعني يبدو أن المسألة فعلا يعني التوصيف الأخير اللي ذكره الأستاذ عبد العزيز هو مفهوم يطابق ما صدق. أسئلة وتساؤل هو اللي ورد في ذهني، هل دور المحامي هو يعتبر تحت دور السلطة القضائية أم أن من بعض الأحيان نجد أن النقابة كلمة نقابة يعني النقابة لو لاحظنا أن في 2007 أعتقد أن هي تندرج ضمن النقابات قانون 2007 قانون 29 على ما أعتقد أن ينص النقابات والروابط وغيرها تخضع للسلطة التشريعية. وفيه في 2013 تجددت وقالوا أن لا النقابات هي تخضع لرئاسة الوزراء. فمن ناحية مهنة مستقلة ومن ناحية ترى أخرى نجد أن القانون يقيدها تحت سلطات إما تشريعية تارة وتارة أخرى تحت السلطة التنفيذية. فمن هنا نرى أن من خلال المدونة أكثر أشياء دققت عليها الالتزام. الالتزام نحن مع الالتزام بالعكس يعني، ولكن وين الحقوق تاعت المحامي في حد ذاته يعني من بين هالالتزامات؟ يعني المحامي في حد ذاته يعني هو طبيب، فأحيانا تأتي أم تبكي أو أب أو أخ، فمجرد وجود حالة إنسانية تدخل مباشرة وقد يجد نفسه في محضر تحقيق حاضر مجانا أو غيرها، حتى ما تسمحلاش الفرصة أن يبلغ النقابة وغيرها. السؤال اللي بنطرحه أن هل المحامي هو سلطة قضائية ويندرج تحت السلطات الثلاثة أو أنه هو مستقل وحر؟ ولو أنه مستقل وحر دور النقابة اللي هو يتعامل معه بدور تأديبي وغيري هو دور يعني يصف فيه الأستاذ عبد العزيز بوصف دقيق يعني دور الساعة والعقارب يعني، وهي أن تحت إرادة موظفين في الدولة وتابعين لها. فأنا نبي نعرف أن الاستقلالية في المحاماة كيف تتم في خلال هالحوصرة اللي قاعدة صايرة، أن من خلال ممارستها أنت حر ومن خلال النقابة أنت لست بحر. من ناحية أخرى الالتزامات اللي هي مذكورة في المدونة يعني لما نقول لك أن الحد الأدنى، أنا موافق زميلي بحيث أنه لما يقول لك الحد الأدنى لابد تبلغني كنقابة، أنا في أوقات أني أنا مش حنبلغك ليش؟ لأني أنا أصلاً الحالة اللي قدامي حالة إنسانية ما تسمحش أني نعطيك العلم، فنجرى مرات بمجرد السرعة أني نتدخل، وهذه تصير حالات يعني قدامنا بحيث أنا نحمي له حقه، وهذا الدور الأساسي في المحامي. ونكتفي بهذه التساؤلات. بداية طبعا احنا سعدنا بما سمعنا من خونا دكتور طارق ومن الأخوة البقية، وواضح جدا كأن في جيلين ووجهة نظر الجيل القديم
هو ينظر، وطبعا كل الموجودين عندهم ذات القدر من النزاهة، فبالتالي الجيل القديم يرى بأن ما يحدث في الأرض في الواقع انهيار تام وفساد عام البر والبحر، فنحتاجين إلى هالتقنين اللي هي المدونة أو غيرها من قواعد الرقابة، بينما الجيل الجديد قاعد يقول لا أنا حر، وحتى دور النقابة مفروض أن يكون دور للسعي في إنجاز حقوقي ومراعاة حقوقي، وهذا أمر للأسف ما نقدرش نشتغلوا عليه بدون مراعاة للواقع، الواقع العام في الدولة الليبية. يعني الناس قاعدة تحكي على 10 سنين اللي فاتن، يعني ممكن الكلام عن ما قبلها، لكن على الأقل الذاكرة الحديثة قاعدة تجيب واقع محاكم ليبية في الظروف الراهنة. لكن يفترض أن يكون في عندنا نظرة يعني استشرافية لمستقبل إن شاء الله تكون فيه الظروف أفضل، ما فيش ميليشيات، ما فيش فساد، ما فيش عدم إنفاذ قانون إلى آخره، وننظر إلى مثلا مدونة السلوك. أنا الآن من خارج الإطار قاعدة نقول هو من اللي اشتغلها؟ مفروض اشتغلتوا أنتم، يعني مفروض هي صادرة بمشاركة شعبية أو مشاركة مجتمعية، بمعنى من أفراد العينة، منكم أنتم من المحامين. هذه واحدة. اثنين، مفروض ما يوصلش الشطط بالمحامي إن يفصل قانون على مزاجه، وهكذا يقال من قبل ممكن قضاء، من قبل ممكن أعضاء التدريس، بأنه هو قانون حمائي وقانون حصنوا فيه أنفسهم وعطوا حتى تقريبا حصنة. يعني حتى القانون كما المدونة يكون فيها مشاركة مجتمعية، مش فقط لصاحب المهنة وإنما حتى لكل المهتمين في القطاع أو بالفئة. يعني هو اللي قال واجد، وبالتالي في عديد من الأسئلة اللي هيك يعني مفروض أن نحن نحكو فيها، واللي ما نقالش أكثر. يعني لو فتحنا باب محامي الأحوال الشخصية، وهيك أشار إشارة بسيطة محمد، بس هو باب كبير. أنت قاعد تحكي تقول أن أنا ما حتى دخلت في الحياة الخاصة، ولو دخلت هذا شغلي، تحكي عن نفسك عن محمد بالقدر المتيقن من الحداثة رقم واحد، حداثة العهد ومن النزاهة، بينما الواقع لو نحن نجيبوا شيوخ المهنة في ومن قضاء، ولو نجيبوا ناس هنسمع العجب العجاب من محامين في الأحوال الشخصية تحديدا وغيرها وفي الاقتصاد والشركات. لكن خليني نقول إذا كانت السينما المصرية عطتنا الصورة السيئة، وإن كان هي مش كلها، يعني أنت في وفي بهي، وين الإعلام الليبي؟ وين الشغل الليبي على الصورة الذهنية للمحامي الجيد؟ هذا مفروض يكون شغل النقابة، هنا هو شغل النقابة مفروض، يعني على الأقل الشغل البعيد المدى. لم تثار قضية الحسبة أو قضايا الرأي العام بمفهوم إن لو ما فيش أصلا من يجي وكلك على القضية، على القصة، على الاعتداء، زي مثلا اعتداء على خلينا نقول على البيئة، على حقوق المستهلك، بس أي مستهلك، مش شرط إنه يعني شخص بعينه. فإلى أي درجة يعني هل النقابة قاعدة تشتغل على آليات تقاضي استراتيجي، وإن هي بتاخد قضايا وتصنع منها قضايا رأي عام؟ مفروض هذا يكون شغل النقابة. فكرة تأثير الرأي العام اللي أثرتها دكتورة هالة، مش عارف ليش جاء في بالي حكم المحكمة، سواء الأولى استئناف طرابلس أو العليا اللي خاصة بمحكمة بوسنين. يعني مش شرط إن هي أثناء التداول وأثناء فتح يصير نوع، بالعكس ممكن نضبط السرية، لكن صدر حكم الدرجة الأولى وطلع للناس، طلع للعامة، والعامة رفضاته. يعني تكون رأي عام مثلا سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي برفض الحكم، وكأن نوع من التأثير المباشر أو غير المباشر على المحكمة الدرجة الثانية، بدون عناء من المحامي، بدون ما يتدخل، بأنه هو يفترض أنه يصحح هذا المسار الخاطئ اللي تعارض مع رأي عام، وكأن احنا ممكن نستغل الرأي العام ويصبح هو أيضا محامي على العدالة،
كل ما قدرنا نشكله ونخليه أقرب للعدالة وأقرب للحق أعتقد ذلك. أخيرا، إذا عمل المحامي مستشارا للسلطة التشريعية أو لأحد مسارات السلطة التنفيذية، وهذا حدث كثيرا في المدد الأخيرة، وهذا لا بأس به على الأقل من وجهة نظري، لكن إلى أي درجة وإحنا نكتب في ميثاق الشرف إن هو يشير على السلطة التشريعية أو التنفيذية بإجراء خاطئ، بقانون معيب، بقرار لا يتمتع بمشروعية كاملة، فيه خلل، لكي بعد ما يترك الاستشارة يستطيع أن يشتغل عليه ويطعن في هذه القرارات ويطعن في المراكز القانونية اللي ترتبت بناء على هذه الإجراءات الرسمية، ومن ثم يكسب. فهذه موجودة في المدونة؟ مش موجودة. نعم، شكرا. أولا أنا والله سعيد أن نسمع هذا الحديث اللي يتعلق بالعدالة. وطبعا أنا لما نسمع موضوع العدالة عندي مشكلة أساسية أني أنا نأخذها على طول ونعدي بها لمكان الميلاد متاعها، ولما نشيلها المكان الميلاد متاعها نجدها بأنها مرتبطة أساسا بالنظام السياسي اللي تحكوا فيه. هذا كأنه بالضبط هو عبارة عن سلايس، قطعة في نظام سياسي، كأنكم تتحدثوا على عضوية تدريس في جامعة، تتحدثوا على جماعة الصحة في كذا، تتحدثوا على بالضبط بالضبط بالضبط، ما فيهاش يعني على الإطلاق أي فرق. والسبب الأساسي أنا نقول بأن ربما من الصعوبة أن تنجز العدالة في نظام سياسي أصلاً لا توجد فيه العدالة، يعني في نظام سياسي أصلاً لا غير مرتبط بالعدالة. أنا نبي نعرف، فهمت أن هل المحاماة هو تراكم معرفي في داخل المجتمع أم لا؟ وإذا كان الإجابة نعم، إذن نحن اليوم واقفين على تصحر لا يمكن أبدا أن نحن نعترف بأن هناك نظام من الممكن أن هو نسميه نظام محاماة أو نظام العدل، لأن النظام الشمولي أصلا فرغ هذه القضية، فهمت، وفرغ هذه الثقافة على مر السنين، فهمت، وجعلها غير ذات جدوى. يعني ليس هناك، أنا نقول بأن نظام المحاماة إذا ولى العدالة مرتبط أساسا بنظام غير الأنظمة الشمولية، ونحن ما زالنا عايشين في أنظمة شمولية إلى النظام اليوم. هذه يعني ليس هناك فرق على الإطلاق من 40 سنة الماضية ولا 10 سنوات الأخيرة. وبالتالي ربما مهما عملنا من احتراس في محاولة معرفة نزاهة القضاء ونزاهة العدل بصفة عامة، أنا نقول بأن العمل الأساسي اللي يجب أن هو يعمل هو أن نحن نفكر في أن النظام الأساسي اللي نعيش فيه هذا هو نظام corrupted، فهم، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكل ما هذا، ولا يمكن أبدا أن تنجز فيه العدالة. إلى أن نخرج من النفق اللي الآن عايشين فيه اللي هو لا ينتمي أبدا لا إلى عدالة ولا ينتمي إلى social equality ولا ينتمي إلى development ولا ينتمي إلى الـ 21st century، لم نخرج منه لن يكون هناك عدالة، وبالتالي ستعيش في 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 حالة الحزن اللي أنت عايشها إلى ما لا له نهاية. فأنا متأسف والله يا طارق على أن نحن، فهمت، يعني 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 لابد يكون فيها هذا النوع من الحوار اللي يقول بأن راهو الكرايسس اللي حاصلة هذه هي كرايسس ما هيش فقط
خاصة بهذا هذا هي كرايسيس خاصة بهذا المجتمع الذي يعيش حالة من التعاسة في نفق مظلم، لابد أن يخرج منه أولا لكي يتم إنجاز العدالة بكل أنواعها، ولكي يحصل المحامي على أن من خلال استقلاله من الممكن أن هو يؤدي وظيفته الأساسية التي مناط بها. كيف يمكن لمحامي أن يؤدي وظيفة نزيهة في مجتمع غارق في الكوربشن؟ أول تعليق سريع لدكتور علي، أنا خطر عليه عبارة وردت في تقرير بورتر إذا كان تذكر يا دكتور علي، عبارة بورتر في التقرير الشهير اللي داره يقول إن منظومة العمل الليبية صممت بعناية بحيث لا تعمل. وأنا في ورقة سابقة كنت نقول إن 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 الخلل هو في المهنية في الروح الاحترافية، وهذا ليش الخلل قاعد مبقع في كل مكان. فهو القصة، لكن مع ذلك أعتقد إن في خصوصية في المحاماة تنقذها إلى حد من هذا المستنقع، وممكن ما فيش مهن مواجدة بالشكل هذا. بمعنى يعني أعتقد أن في النهاية تظل المحاماة تستند إلى قاعدة معرفية واسعة، بمعنى راه ما فيش واحد يجي قد محامي كفلات، لكن راه بكرة تبي تقعد إعلامي بكرة تقعد إعلامي، بكرة تبي تمسك مستشار في وزارة بكرة هتمسك مستشار، لكن انك تقعد محامي مازال في حد ادنى من الاستحقاقات مازلنا محافظين عليها، مازال في مشترك معرفي بين المحامين. قد لا نجد يعني مثلا لو شفت قطاع التدريس راهو قطاع معرفي يسرد على المعارف، لكن خلي مدرسين يقعدوا مع بعضهم ويتناقشوا، مش حيحكوا في موضوع علمي اطلاقا، لأن هذا بتاع جغرافيا وهذا بتاع تاريخ وهذا بتاع رياضي، مش واحد له علاقة بالآخر. لكن أعتقد في المحاماة لما جمزوا 10 محامين ولا غلطان أوكي، فقد يحفظ هذا الحد الأدنى من المعرفة، خلينا نقول حياء هذه المهنة ويبقى عليها. الأمور حتمشي بشكل أو بآخر، صح الواقع بين مرحلتين، مرحلة ما قبل 40 سنة ذكرنا حقيقة وللأمانة ما كانش حد كان المحامي يؤدي في واجبه، وكانت رسالة المحاماة موجودة صح في عامة، ولما اتيحت خاصة اشتغلت شوية خاصة، لكن أمري ما سمعت الواقع اللي نشوف فيه الآن. كانت نتذكر في محكمة الشمال أن الشرطي عنده مكان خاص يحرص في المساجين، توا الشرطي يجيك يقول ديه لبراه ويقولك صح ولا لا صح ولا لا، يسكت قاعد منظر تقول كأنك، لدرجة أني مرات نعطي في الملف للمتدربين تحت التمرين وبنعدي. ليش؟ لأن ما عاش عرفنا الهيكلية في واقعنا كمحامين شنو. ونقولك حاجة بصدق، خليني نعطيك مثال، من الصعب زي ما قال الدكتور، زي ما قال الدكتور جاز، زي ما قال الدكتور علي، إذا كان فولتير في القرن 18 قال قد أخالفك في الرأي ولكنني على استعداد من أجل أن تقول رأيك بحرية، هذه الذهنية اللي في القرن 18 اللي فولتير فيما ينقل عنه في الكتب إنه قال مهنة المحاماة هي مهنة ثانية وعيبها أنها تقدم المحتمل بلباس اليقين. يعني لما جي نظام الفصل بين السلطات جان كروسو ولا جيل جون لوك اللي قال عندما ينتهي القانون يبدأ الطغيان، والله عندما تلقى ديمونتسيكو يقول ليس هناك ظلما أشد هولا من الظلم الذي يقع تحت قناع القانون وباسم العدالة حتى دخل العدالة، يعني انت الايديل هذا كاي ماهوش موجود هنا. هنا رانا كمان، انا خليني لكم بصدق تفصيلي للواقع، قد يكون مخطئ وقد يكون مصيب، هذه الغابه، هذا الريف، هذه المدينه، المجتمع المدني والقانون ولد في المدينه وجزء من الحضاره،
باهي وقعنا الآن حسب في محاولة لترييف المدينة للأسف، وهذا مصدر الخطورة اللي أخشاها. كيف ترييف المدينة؟ العلاقات الاجتماعية خايفة تطال، بدأت بالأقلام تطال في منزل أخرى بعدين تخاف عليها تبدأ تأثير على القضاء. طبعا أنا بتكلم على المحامي في حد ذاته كمحامي وكجزء من منظومة وكجزء من مجتمع، يعني بصراحة مثل بدري تكلمت على علاقة بسلطر. طبعا أهم شيء للمحامي وهي أساس المحامي الاستقلالية. نحن لازم نعرف أن المحامي ما يتبعش حد، هذه مش من رأسه، هذه بالقانون. إذا كان المحامي مستقل ما يقدرش يخدم. علاقة التبعية وعلاقة المرؤوس برئيس هذه لا وجود لها في المحاماة ولا علاقته بالدولة. حتى القانون لما قلنا حط إدارة القضايا تنوب على الدولة، لأن إدارة القضايا تأخذ توكيلاتها وتأخذ في أراءها من مستشارين قانون تاع الدولة. المحامي لا، يعني أشبه بالقاضي، سلطة مستقلة. القاضي طبعا لا سلطان عليه إلا للقانون والضمير، كذلك المحامي. فإذا كان محامي مهوش مستقل إذن لا يستطيع أن يؤدي دوره. نحن طبعا أنتم عارفين الظروف اللي عايشين فيها في العالم كله، دائما ظروف استثنائية، ظروف التورات ومن أصعب المراحل، يعني من الصعب تلقى من يفهمك بالقانون في هذه الظروف، ولكن نحن نحاول وقادين وسنحاول أخرى حتى ننجح في فرض القانون بالطرق المشروعة. في فكرة سائدة لدى المجتمع أن المحامي يدافع عن المجرم، أن المحامي يتلاعب قانون، أن المحامي كذا. طبعا بصراحة يعني هو توا افترض أن هذا شخص ارتكب جريمة، أليس من حقه الحصول على محاكمة عادلة؟ نحن مش معناها أن بناخذ الكرك حول الأخطاء متاعها أو نعاود التاريخ أو كذا. نحن بنديره علينا وفق القانون. ربما الراجل هو مثلا في قضايا قتل متهم بقتل عمد وهو أساسا موش قاتل، ولك جريمة مع ضرب أفضل إلى موت، ولك جريمة مع قتل خطأ. فالمحامي يوضح الصورة هذه أمام القضاء، هو ليس دفاعا عن المجرم بقدر ما هو دفاعا عن القانون والتطبيق الصحيح للقانون ودفاعا عن العدالة. في ناس يقول لك لا، المحامين يدافعوا عن المجرمين، باي كان ولده ينحبس شكوى الواحد ويقول لك قلب القانون لمصلحة ولدي، وصارت هذه بعد يحس فيها. يعني نحن الحمد لله في ظل هذه الظروف قاعدين نعمل ونبذل في جهود مضنية جدا حقيقة، صح نأخذ في أتعاب مقابل ذلك ونأخذ هذه حقوقنا نحن يعني، لكن بالدرجة الأولى نحن هدفنا العدالة وهدفنا مشروع تطبيق القانون. وحتى شنو يعني نحن نحط الناس على نزول القانون، بدل ما يقول لك والله هذا زقب علي أرضي بنعدي ناخذ سلاح كله، يا تعال تو ندير لك شكوى وتعدي للنيابة وتمشي المكتب المركز الشرطة ومركز الشرطة وهكذا. صح ياخذ وقت، ولكن الدعوة إلى دولة القانون تتم عن هذا الطريق. فحقيقة والله نحن نتعرض لضغوطات كبيرة ومع ذلك قاعدين فيها المهنة كل يوم، نبي نسيبوها لكن ما زلنا قاعدين فيها والله والله كل يوم. الدكتور طارق أستاذ ومحاضر وأكاديمي في كلية القانون، وجاء شاف المحاماة وهو يعني أنا وياه في نفس المكتب تمام، قال لي تعب بكل تقريبا المحاماة تعب صراحة. كيف يعني تشوف الطالبة وتعب التدريس وحتى مهنة التدريس مهنة متعبة جدا يعني مش سهلة، لكن قال لي وين بصراحة مثل هالدرجة. ولكن يعني الحمد لله نحن سعيين في هذا المسار القانوني والديمقراطي، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. مهنة المحاماة هي جزء من محنة ثقافية نحن نعانوا منها من سنوات. فهم المحامي لدوره كما يفرضه عليه القانون، وفهم الآخرون أو فهم الآخرين لدوره أيضا كما ينص عليه القانون هو حل هذه المشكلة. إذا فهم القاضي المحامي عفوا بأن دوره هو بذل عناية ودور مرشد لموكلة ومعين للقضاء، انتهت المشكلة.
جزء كبير من الفساد يا أستاذ عبد العزيز سينتهي بمجرد أن يقف المحامي عند حدود الدور الذي يفرضه عليه عقد الوكالة بينه وبين موكله. تظل مهنة المحاماة مهنة سامية حقيقة. أنا فعلا وفدت إلى هذه المهنة رجعت إليها بعد انقطاع، وأوشكت في فترة قريبة على أن أقفل أبوابها مرة أخرى بسبب زخم الإرهاق اللي شعرت به بسببها، ولكن تظل أو يظل لمهنة المحاماة هكي عبير خاص يمنعك من أنك تبتعد عنه. أتمنى أن تكون هذه الحلقة للنقاش كانت مفيدة على الأقل من جانبي، أنا استفدت مما أشار إليه الآخرون، ولكن بالنسبة لي أرجو أن أكون ما طرحته يعني يليق بمستوى هذا التنظيم وهذه الحلقة. شكرا. شكرا دكتور طارق، شكرا لكم جميعا. وكما أسلفت قد تكون هناك حلقة خاصة بالقضاء، وقد نحتاج إلى خبراتكم أيضا في هذا الموضوع. والسلام عليكم.